الرواني، ست بيضات فانيليا، كوباية سكر خشن، ربع كوب دقيق سميد، كوباية وربع دقيق عادي، معلقة صغيرة بيكنج باودر. وللشربات كوبايتين مية، كوبايتين سكر، معلقتين سمنة كبار، وعصير نص ليمونة وفانيليا. أوكي. الشربات بتاعها زي شربات البسبوسة. هنبتدي قبل ما تبتدي غرفي لي الكشك وانا هغرف البطة. البطة استوت على فكرة. اوكي، الكشك خلاص اهو يا جماعة غلي، وسبته يغلي كويس قوي عشان طعم الدقيق ما يبانش فيه. هنحط، شلته من على النار، هحط فيه شوية بصل محمر عشان يديله طعم حلو. البطة هي ولاد تجنن. الكشك بيتغرف وهو سخن، بسيبه يهدى شوية وببتدي ازوقه بالبصل المحمر. احطيت البصل ده اهم حاجة. البصل اهم حاجة. طيب كده خلاص الكشك، هسيبه بقى يهدى شوية صغيرين، وهضرب البيض مع الفانيليا. ده ايه ده، احنا كده رجعنا للرواني. اوكي، هضرب الست بيضات. كيكة سهلة قوي 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 وزي الزبدة. ثانية واحدة بس، هاخد مش هينفع شمال عشان في حاجات لسه هتستخدمها للأسف. البطة، ادي البيض مع الفانيليا، ست بيضات مع الفانيليا. هحط السكر. انا نسيت اقول لكم حاجه مهمه بقى. ازاي تنسي يعني؟ مش معقوله كده. اول حاجه هعملها الشربات عشان لازم يبرد، اللي هي كوبايتين السكر وكوبايتين الميه وعصير نص الليمونه والفانيليا، وهحطهم على النار يغلوا غلوه واحده، وبعدين احط فيهم معلقتين السمنه السايحه اللي هي دي، فهنسيبها لحد ما تغلي وهكمل الرواني. حطينا ست بيضات مع الفانيليا وضربناهم، وبعدين حطينا كوبايه السكر وهضربها حلوه قوي دقيقه لحد ما يدوب السكر. هخلط الدقيق السميد مع الدقيق العادي مع البيكنج باودر. انا في البيت عندي نخلت الدقيق مع البيكنج باودر، وهحطهم على الخليط ده. وهقلب الاول كده. يبقى حطيت ست بيضات عليهم فانيليا، ربيتهم عليهم كوباية السكر. ربيتهم يعني مربوبين. حطيت السكر، كوباية السكر، وبعدين نخلت الدقيق مع الكوباية وربع مع المعلقة الصغيرة البيكنج باودر، وبعدين خلطت الدقيق مع ربع كوباية الدقيق سمين، وبعدين ضربتهم كده مع بعض يختلطوا مش كتير. تحطش عليهم ايه؟ ودهنت صينيه زبده، صينيه سمنه، ورشيتها بدقيق، وخلاص خلصت الكيكه. هكون مسخنه الفرن على 180، هتقعد في الفرن بالظبط ساعه الا ربع. وبعدين؟ وبعدين تخرج من الفرن بسقيها بالشربات البارد. هو فين ده؟ بس هو لسه هياخد يغلي، وبعدين احط الايه؟ عاوزه بقى معلقه سباتولا كده ممكن يا شريف؟ ليه؟ هنزل بقيه الكيك ده. اتفضلي. شكرا. هو ايه اللي انا بقلبه ده؟
ده الشربات المفروض يغلي ها؟ يغلي غلوة واحدة لأنه ده زي شربات البسبوسة خفيف. أول ما طيب. يغلي هي هنحطه عليها وهي سخنة مين سخن؟ هو سخن هي طبعا خارجة من الفرن سخنة والشربات؟ الشربات بارد دافي يعني. وعلى فكرة المقدار ده يا جماعة بياخد صينية من 20 ل 25 اهي دي كده 20 اهو شبر يبقى دول خمسة بتاخد 25 تخرج من الفرن بسقيها بالشربات البارد وازوقها بعد ما تتسقي بالجوز الهند والمكسرات وميرسي ثانك يو.